جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا يقول: عندنا في مدينتنا أناس يذهبون إلى الأضرحة والقبور وحتى إلى أشجار ويطوفون حولها ويقدمون لها الهدايا وينذرون لها. أريد من فضيلتكم أن ترشدوني إلى الطريقة الصحيحة لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك والأوثان والنذر أيضا للأضرحة والأشجار، جزاكم الله خيرا. لا شك أن دعاء الأموات والأضرحة والأشجار أن هذا هو الشرك الأكبر، وهو دين أهل الجاهلية الذين بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوتهم إلى الله وجهادهم حتى يتركوا عبادة غير الله عز وجل، خصوصا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك وجاهد المشركين بالبيان واللسان وجاهدهم بالسيف والسنان حتى هدى الله سبحانه وتعالى من سبقت له السعادة وقامت الحجة على من عاند وكابر، وجاهدهم صلى الله عليه وسلم وقاتلهم في ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فالواجب عليكم الدعوة إلى الله عز وجل والإنكار على هؤلاء والتغليظ في ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، وأيضا يحصل البيان للناس. فواجب على علماء المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب، وإلا فإنهم يكونون معرضين للعقوبة إذا سكتوا وهم يرون الشرك عند الأضرحة وعند القبور ولا ينكرون. ربما أن بعضهم يزينون هذه الأشياء ويحسنونها ويسمونها بغير مسمياتها، فيغتر بهم الجهال فيكونون من دعاة الضلال ومن دعاة الشرك والعياذ بالله، يحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. الواجب على العلماء أن يقوموا بما أوجب الله عليه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وإلا ما فائدة العلم وصاحبه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل لا ينهى عن أعظم المنكر وهو الشرك بالله عز وجل، إنما يكون مثل الذين قال الله تعالى فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. واجب على العلماء طلبة العلم ولو البصيرة في كل بلد وفي كل قطر وإقليم أن يقوموا بما أوجب الله تعالى عليهم، والدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان الحق للناس، وأن لا يسكتوا على هذا الأمر الخطير وهو الشرك بالله عز وجل، وهم يشاهدون أهل بلدهم يقعون في الشرك الأكبر المخرج من الملة ويسكتون على ذلك أو يلتمسون لهم المعاذير، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب عليكم تنبه لهذا الأمر الخطير، تحذير منه والبيان للناس، لعل الله أن يهدي من سبقت له السعادة، وأن تقوم الحجة على من عاند وكابر، وأن تبرأ ذمتكم من التبعة أمام الله سبحانه وتعالى.